زينب. ايه بابا. ربي يوصل بالسالم. جست باباراتزي حاجة واحدة، وليد ولا بنية؟ نجم تعرف اللي هو وليد. ما كنتش نبكي هادي راه، أنا كريت كنتي بكيت بكيتني. أنا كي تلفت وريتك هكاكا، قلبي وجعني. عندي طلب عبد الرزاق، نخلي لك هذا الكرسي. سعيد باستقبال هادي زعيم. أقسم بالله العظيم أن أكون صادقا إلى حد المستطاع. هادي تبدل، كين شكل ولا شكل آخر. اليوم في كرسي الشوق يلزم يحكي لنا على حياته الشخصية كيما تعامل مع الفنان. ليش مرة أنك نقعد نهارين ثلاثة مرات مرة نولي نعثر في الدروس؟ هل فعلا باش تعرس بوحدة ثلاثينية؟ إيه فاهم صحيح، يعني وقريب زاد مش بعيد، معناتها عام آخر. البعض يقول لك لمين النهدي باش ياخذ وحدة في سن أبنائه؟ أنا حتى حد ما يعرف عليا حد شايف عليا، مستحيل بابا رازي نجم يخرج حاجة، وأتحداك. سونيا بعد دروب المواجهة عشت قصة حب مع واحد من عائلة الترابلسية، يموت عليك ويقولك تونس الكل نحطها تحت ساقيك. عندك الجرأة تقولنا شكونه؟ الحكاية هذه ما يعرفها كان خويا نورشيبة. مرض العضوي متاعك هو سبب ضغط نفسي، وهوش سببه أنت مريض. لا عندي غمة يا مدام في القلب. هذيك الأجلة يعني ما عنديش حتى، ما تتضمرش مع حتى قضية، حتى قضية ترفق بالحيوية تتضمرش معي. لا قلتك نتضمر مع القضايا الكبرى. أنا قادم أجريت أنا أردت مع قضية. سمعت التسجيل اللي هبطته من العمارة؟ عندي فيديو ذاك قديم. حاول بيدك تمس. يجيني جيني هون. اليد هذه نعرف، أعطيني شعرها. مريم بن حسين بايا سعيد. ذكرى ذكرى تبا. بريسك عامين ما نرقدش، نهارتها روحت رقدت. لكن هي ناكرة الجميل. أمان كي تخرج في التلفزة تقول عليه تينا عليه. مازلت باش تتعامل مع سارة الحناشي؟ جميل جميل. نفس السؤال اللي سألته لك على سارة نسأله لك على عزيز. نو جو نو مو با ترافاي افيك عزيز اون اوتر فوا.